وإذا جاء عند أمه وبعض الأزواج للأسف هذه يعني من الأخطاء التي تقع عند الأزواج، إذا زعلوا زوج تنزل راح الأهل وقال عطوني مثلا أكل، فتبدأ تسأله أمه بطيبة قلب يعني سلامات وين هم الآن؟ قال والله بيني وبينهم مشكلة. طيب مشاكلكم المفروض ما حد يدري عنها، لأن المشكلة إذا علم عنها أكثر من شخص زادت المشكلة وصار حلها صعب.